مرحبا أطفالي الأعزاء، اليوم سنكمل في تنظيم الفضاء، ولكن ليس خارج وداخل هذه المرة، وإنما فوق وتحت. فوق وتحت. سنقرأ السؤال: أرسم مثلثا فوق الخط ومربعا تحته، ثم ألونهما بنفس اللون. أعيد السؤال: أرسم مثلثا، احنا نعرف وش معناتها المثلث، فوق الخط ومربعا تحت الخط وألونهما بنفس اللون، أين هو الخط يا أطفال؟ نعم هذا هو الخط. أين فوق وتحت؟ هل هذا هو فوق؟ لا. هل هذا هو تحت؟ لا يا أطفالي، هنا هو فوق وهذا هو تحت. سأقوم برسم مثلث فوق الخط، فوقه هذا الخط، وأنا سأقوم برسم مثلث فوقه، هكذا أحسنتم. ومربعا تحت الخط، هذا تحت الخط، أقوم برسم مربع، هكذا نكون أنا كملت التمرين متاعي. باش نعود اللون، هذان الشكلان بنفس اللون كما طلبه السؤال. هكا أطفالي للصغار نكون احنا كملنا تلوين الشكلين، المثلث فوق الخط والمربع تحت الخط، لا ننسى هذا فوق وهذا تحت. لنمر الآن إلى السؤال الموالي، ماذا يقول؟ أحيط بخط مغلق ما يوجد فوق الطاولة وألون ما يوجد تحتها بلون أختاره، معناتها اللي فوق الطاولة باش نحيطوه بخط مغلق، خط مغلق كما هكا، معناتها نعمل خط مغلق كما هكا، هذاك اش معناتها احيطه بخط مغلق، وتحت الطاولة يلزمني اللون صحيتو. انا توا باش هل احيط القط يا اطفال؟ لا، فالقط هو تحت الطاولة. هل المزهرية فوق الطاولة؟ نعم، سأحيط المزهرية بخط مغلق لأنها فوق الطاولة، وأقوم بتلوين القط بلون أختاره، أنا سأختار اللون الأحمر، لكم الحرية في اختيار اللون. القط سألونه بلون أختاره لأنه تحت الطاولة، أحسنتم يا أصدقائي، سأقوم بتلوين القط. قد أنهيت تلوين القطة، هكذا أكون قد لونت ما يوجد تحت الطاولة وأحط المزهرية وهي فوق الطاولة بخط مغلق. هذا ما معنى فوق وتحت، فوق وتحت، لا ننسى ذلك يا أصدقائي. تمريني الموالي هو أتدرب على الكتابة، أتدرب على الكتابة، سأتدرب على كلمة فوق وتحت، فوق
وتحت. احنا يلزمنا نتعلمه فيش نكتبوا كلمة فوق وتحت باش نجمو ننجزو التمارين متاعنا كالعادة. انا باش نكتب كلمة واحدة على كل كلمة، باش نكتب كلمة واحدة باش نبدأ كلمة فوق، وانتم باش تكملوا بطبيعة الحال بقية النقاط باش تستانسوا بكلمة فوق، باش نجمو تكتبوها في القسم. باش نجي نكتب فوق كما انا قاعدة نكتب تو هكا، فوق فوق هكا. نكون انا كتبت الكلمة الاولى متاعي، قلت لكم بقية النقاط يلزمكم تعاودوا تكتبوها باش تستانسوا بالكلمة فوق. توا باش نتعدل كلمة تحت. تحت باش نحاول نكتبها انا مرة، وانتوما باش تكملوا تكتبوا الباقي هكاكا باش تستانسوا بكلمة تحت. هذه كلمة تحت وهذه كلمة فوق. يلزمكم اصدقائي تكملوا بقية النقاط اللي موجودة على الكراس باش انتوما تستانسوا بكلمة فوق وتحت، باش احنا نجمو ننجزو التمرين الموالي. هذا هو اصدقائي التمرين الموالي. وماذا يقول هذا التمرين؟ اكتب فوق و او تحت. فوق تحت، هذاك علاش انا قلت لكم يلزمكم تستانسوا بكتابة كلمة فوق وتحت باش نكملوا احنا ننجزوا التمرين هذايا. السؤال نعود نذكركم به، يقول اكتب فوق تحت. احنا توا عنا الطاولة وهذه الاشياء توجد فوقها وتحتها. سأقوم بقراءة ما يقوله بقية السؤال. المسطرة هل هي فوق أم تحت الطاولة؟ الكرة هي فوق أو تحت الطاولة؟ المقص فوق أو تحت الطاولة؟ القلم فوق أو تحت الطاولة؟ والمزهرية هل هي فوق أم تحت الطاولة؟ فلنبدأ بالمسطرة. هل المسطرة فوق أم تحت الطاولة؟ أين هي المسطرة؟ أين هي؟ أين هي؟ ها هي المسطرة. هل هي فوق أم تحت الطاولة؟ أحسنتم يا أطفالي، إنها فوق الطاولة. سأكتب كلمة فوق. المسطرة فوق فوق الطاولة. أحسنتم. شنو مازال؟ الكرة هل هي فوق أم تحت؟ أين الكرة يا أطفال؟ أين هي؟ نعم إنها هنا. وهل هي تحت أم فوق؟ جيد جدا، إنها تحت الطاولة. سأكتب الكرة تحت تحت الطاولة. عنا لهنا المقص، علي بالبحث عن المقص. أين المقص؟ أين المقص؟ هل هذا هو المقص؟ لا. نعم إنه هذا هو المقص. هذا المقص هل هو فوق أم تحت الطاولة يا أطفال؟ هيا فكروا، هل هو تحتها؟ لا، المقص فوق الطاولة. المقص فوق فوق الطاولة. أحسنتم أطفالي الأعزاء. لنمر إلى الموالي وهو القلم. أين القلم هنا يا أطفال في الصورة؟ هذا هو القلم. وهل هو فوق أم تحت الطاولة؟ نعم، القلم
تحت الطاولة. سأكتب القلم تحت الطاولة فما تبقى لدينا سوى المزهرية. أين هي المزهرية؟ إنها هنا بأزهارها الجميلة. وهل هي فوق أم تحت الطاولة؟ هل هي فوق؟ نعم يا أطفال، المزهرية الجميلة فوق الطاولة. سأكتب المزهرية فوق الطاولة. المزهرية فوق الطاولة. أحسنتم يا أطفالي، لقد أنجزتم تمرين اليوم بكل نجاح. ولا ننسى أن درسنا هو تنظيم الفضاء فوق وتحت هذا فوق وهذا تحت. لا تنسوا درسنا اليوم يا أطفال. إلى اللقاء.